حول تطورات العمل في مدينة العلمين الجديدة، أكد العاملون بالمدينة أن العمل مستمر على مدار الساعة بالمدينة الجديدة لسرعة إنجاز التكليفات في أسرع وقت ممكن وبأفضل جودة ممكنة. في شغل واضح جدا وفي مجهود كبير وفي فترات كتير للشغل، يعني اعتقد الموقع مش بيوقف شغل تماما، في ورديه كذا ورديه بتبقى شغاله وفترات الاجازات، لا ما فيش، يعني الشغل مستمر في الموقع بانجاز، اعتقد ان هو بيتطور كمان كل فتره عن اللي قبلها. يعني احنا عندنا هنا اداره المشروع بتقسم المباني علينا كمهندسين، كل مهندس بيبقى مسؤول عن جزء، انا مثلا مسؤول عن الجزء بتاع الرومان سياتر، المسرح الروماني. عندنا المسرح الروماني تقريبا بيساع ل 1000 شخص. البروجرس بتاعنا في المسرح الروماني ان المشروع المبنى تيرنكي، بنسلمه كامل التشطيب جاهز على انه يتعمل فيه الايفنتس المجهزه ومترتبه ليها، واحنا اولموست خلصنا تقريبا من 85-90%، فاضل لنا يعني التشطيب الاخراني ويبقى الموضوع جاهز خلاص، المبنى جاهز للتسليم على طول. احنا جينا هنا كان الارض زي ما انت حضرتك عارف كانت صحراء، دلوقتي يعني بفضل توجيهات الرئاسه وكله احنا وصلنا للحاجه اللي انت شايفها دلوقتي. هنا احنا شغالين ال 24 ساعه كلهم، شفت وشفتين نهار وليل. العمال هنا يعني ممكن حضرتك تنزل تسأل اي حد، يعني هنا كل حاجه ماشيه على 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 احسن حاجه يعني.